طيب في حالة ان انت عايز تدرس وفي نفس الوقت تتجوز، او تتجوز في الوقت في نفس ذات الوقت تدرس، ناس كتير بتقعد تأكد على ان بص انت مادام رايح تدرس يبقى هتدرس بس، مادام رايح تتجوز هتتجوز بس، والفصل بين السلطات. لا، الفصل بين السلطات ده ما ينفعش في روسيا، او ينفع انت يعني تدمج، مش لازم ان انت تروح تعمل حاجة واحدة. لان بص يا ابن الحلال، البلد الحياة مش ماشية بالسهولة والبساطة المباشرة اللي انت شايفها كده. في ناس بيقولوا ان الشغل اثناء الدراسة، طبعا ده بعرفنا في الوطن العربي ناس كتيرة الشغل اثناء الدراسة ده بيعطل وغلط وكده، لكن في روس كتير واوكرانيين بيشتغلوا جنب الجامعة يعني واثناء الدراسة. المصاريف الكتيرة اللي انت بتتكلفها اثناء الدراسة محتاج ان انت تشتغل عشان مش هقول لك تكفي نفسك، بس عشان تعيش احسن. مش هجيبها لك بشكل تاني، خليها كده، ان انت تعيش حاجة احسن، ان انت بدل ما معاك مثلا تليفون بيسوى مثلا $300، لا هتجيب تليفون ب $600 فيه امكانيات احسن. كل شوية انت بتطور نفسك، ممكن كمبيوتر احسن، بيجيب حاجات اغراض لنفسك بدل ما ترهق اهلك مثلا كل شويه ابعتولي ابعتولي ابعتولي. فاثناء الدراسه ده حاجه. الحاجه التانيه، طب انت قاعد في دوله اجنبيه وممكن سنك كبر عند 25 26 سنه، طب مش بتفكر تتجوز؟ ايه المشكله انك انت تتجوز جنب الدراسه، وخصوصا ان زوجتك هتساعدك في الدراسه. دي نصيحتي الشخصيه، مش بقول لك ده الصح، ده الاوبتيمم بقى اللي لازم يتعمل. انت براحتك، انت عايز تدرس بس، عايز تتجوز بس، عايز تقعد في البيت اصلا ما تعملش لا تدرس ولا تتجوز، براحتك، ده up to you. لكن الانسب والاصح في العيشة في روسيا بالذات او اوكرانيا بالذات، انك انت تحاول ان انت تعمل كل حاجة في نفس الوقت، تشتغل وتدرس وتتجوز وتعمل اسرة وتجيب عيال وتاخد اقامة، ولو عايز تاخد جنسية طبعا تاخد جنسية. انا في رأيي الاقامة الدائمة في اي بلد تعتبر حلوة جدا وكويسة جدا. عايز تاخد جنسية ده ليك انت، انا شايف ان الاقامة الدائمة بتدي مزايا كويسة جدا. احيانا الجنسية ما بتكونش حاجة مفيدة قوي ليك يعني، ده من حكم خبرتي يعني. بالنسبة للجامعات، انت لو متعلم في جامعة ليها رانك او ليها تصنيف اوروبي، اكيد ده هيساعدك ان انت تشتغل في اي دولة اوروبية في المستقبل لو عايز تروح اوروبا. انا عامل حلقة سابقة عن المرتبات في اوروبا والواقع القديم بتاع المرتبات، فما تتصدمش قوي يعني. انت ممكن ال 2000 يورو ولا ال 1800 يورو اللي كنت هتاخدهم في اي دولة اوروبية ممكن تاخدهم في روسيا ولا في اوكرانيا لو انت دارس عندهم ومجال محترم وهتشتغل بمجالك، ساعتها ممكن تاخد المبلغ ده، ممكن مش بسهولة قوي يعني، ممكن بعد 3 سنين خبرة تاخده، بس لو رحت على الشركة الصح. وزي ما انا عملت برضو حلقة سابقة عن المرتبات في اوكرانيا والشركات المحترمة في اوكرانيا اللي ممكن تشتغل فيها، ممكن تشوف الحلقة دي. ده هيساعدك كتير ان انت بدل ما تقعد سنين تشتغل في شغلانات صغيرة ومرتبات صغيرة علشان تحصل على ايه، قمة سقفك او امانيك انك تاخد $1000 في الشهر، ده لا، ده انا مش شايفه تفكير صح. الصح ان انت يبقى سقفك ان انت لا 8000 و9000 و10000 دولار، ليه لا؟ لما تبدأ الكارير من شركة محترمة، ومن شركة محترمة بتسلم لشركة محترمة، اما تيجي تنقل من شركة لشركة بيشوفوا انت كنت فين وجاي لهم فين. ممكن يكون هم الموظفين اللي عندهم عادة بيدوهم مثلا على سبيل المثال 30000 جريفنا، بس انت جاي من شركة كانت بتديك 35000 جريفنا، فاول ما تيجي عندهم عشان يغروك، عشان تيجي الهيد هانتنج يعني، يجيبك يقول لك انا هديك 46000 جريفنا. تمام، حلو قوي، 46000 جريفنا دي انت داخل على 1700 يورو حاجه زي كده. الشهاده، جزء بتاع الشهاده ده مهم جدا، ان انت لازم تحصل على اولا تنقي المؤهل بتاعك بعنايه، ما تاخدش بالاسم كده، الهندسه البحريه، الطيران، الجويه، الذريه، النوويه، الاسماء اللي هي رنانه ومش هتعرف تشتغل بيها، او انت عارف انك مش هتعرف تشتغل بيها لا في بلدك ولا في البلد اللي انت فيه. فخلي حرصك دايما على مجال انت بتحبه ورائج في البلد اللي انت فيها، وفي نفس الوقت انت هتقدر تأدي فيه وهيجيب لك مرتب عالي وحاجة متخصصة جميلة عالية ما يكونش اي حد بيشتغل فيها يعني. في مجالات مثلا على مستويات معينة في مجال الاي تي او الكمبيوتر، انا بتكلم عن المجال الخاص بتاعي يعني، في ناس ممكن معاش مؤهلات، مع مؤهل معهد سنتين مثلا ممكن يكون بياخد نفس مرتبك وبيشتغل نفس شغلانتك، لكن في مستوى معين في الاي تي لا،
ده لازم مهندس ولازم مجال معين ولازم خبرة معينة في مجال معين وسنين خبرة معدودة يعني وموثوقة وفيها شهادات، او ممكن احيانا من غير شهادات عشان بس ناس كتير بتقعد تقول ايه ده الوظائف اللي انت بتتكلم عليها دي مش اي حد يشتغل فيها ولازم شهادات وبتاع. لا معلش، 90% من شغل الاي تي، على الاقل هتكلم عني عن موسكو، 90% من الوظائف بتاعت الاي تي بتبقى من غير شهادات، مؤهل بس ان انت مع مهندس فقط، مهندس حاسبات، لكن شهادات ادفانسد او متقدمه وتبقى سيرتيفايد زي ما بنقول خلاص ما بقتش تطلب زي زمان. 10% بس اللي هم انت هتخش هتشتغل من اول يوم، او لكن الوظائف العاديه اللي انا بتكلم عليها اللي هي 90% السواد الاعظم ده بيخش يعلمك ويديك السيرتيفيكيشن والخبره بتاعه شركته او المجال اللي هو بيشتغل فيه اللي هي تكنولوجي جديده، اكيد ناس قليله اللي تعرفها، مش هو جايبك عشان عندك خبره في مجالات موازيه فهتعرف تتعلم التكنولوجي بتاعته بسرعه. سيبنا من الموضوع ده، اهم حاجه السيرتيفيكيت. اما تيجي تبقى سيرتيفايد في جامعه او واخد شهاده، الشهادات دي سواء بقى صفرة حمراء كل الالوان كل الحاجات دي لازم تكون موثقها في دولتك العربيه، عشان لا قدر الله اضطريت ترجع في اي يوم من الايام تبقى الشهاده دي معتمده، ما تعرفش بكره هيحصل فيه ايه. ممكن بلدك بعدين تقول لك احنا قطعنا العلاقات مع اوكرانيا وكل الشهادات الاوكرانيه مش معترف بيها، كل الجامعات الاوكرانيه ما نعترفش بيها، طيب هتعمل ايه ساعتها؟ فخلي عندك سبق وبعد نظر، اي شهاده تاخدها تروح بلدك توثقها، تترجمها وتوثقها ان انا عندي الشهاده دي من يوم كذا، علشان في المستقبل لو حصل حاجه تبقى انت ايه موثقها من زمان. عموما سعدت بلقائكم وشكرا على حسن متابعتكم، في حفظ الله، السلام عليكم.